وبنرجع لكم مرة تانية مشاهدين عشان نبدأ أول فقرة حوارية معانا النهاردة. وطبعا احنا هنتكلم عن التعامل السليم مع الأهل في ظل اختلاف العادات والتفكير، وخصوصا مع التطور التكنولوجي وتغيرات كتيرة جدا في الموروثات الثقافية والاجتماعية بتكون موجودة ما بين الأهل والأبناء. مش كده وبس، ده كمان تعامل الأهل مع أبنائهم في ظل كل تلك الظروف. التعامل السليم بين الأهل والأبناء هو ده هيكون موضوعنا النهاردة، واللي هنعرف تفاصيل أكتر عنه من استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية الأستاذ أحمد عمارة. منورنا في الاستوديو، صباح الورد عليك. يا أهلا بيك. صباح الورد. صباح الورد يا دكتور. عايزين بقى في البداية، ناس كتير قوي يعني قبل ما ندخل في موضوعنا بتقولك يعني إيه طاقة، إيه قصة الطاقة دي وموضة، وناس طلعت تقولك عالج بالطاقة، هي إيه الحكاية؟ طيب ببساطة كده، لو سألت حد قلت له المشاعر اللي انت بتحسها دي هي عبارة عن ايه؟ يعني انا النهاردة في واحد قال لي كلمة، الكلمة دي فجأة عملت مشاعر. طب هي دخلت الكلمة في ودني، ايه اللي حصل قبل ما المشاعر تحصل؟ اللي بيحصل بقى ان طريقة تفاعلي مع الكلمة بيولد حاجة في الجسم غير مرئية كده، يقوم الجسم حاسسها فبيطلع درجة المشاعر. خلاص؟ الحاجة اللي بتتولد من الفكرة دي هي اللي اسمها الطاقة الحيوية. كلمة طاقة هي كلمة بتتقال دايما على القوة الغير مرئية اللي بتحدث تأثير. يعني زمان لما واحد كان ماشي بالعصاية بتاعته فيها حتة حديد كده، لقاها ماسكة في الأرض، فلقى طاقة بتشد. بعد كده لما اكتشفوا انها مغناطيس سموها الطاقة المغناطيسية، لانها قوة غير مرئية بالعين المجردة ولكن بتحدث تأثير على الحديد. معايا؟ الطاقة مثلا الكهربائية هي غير مرئية بالعين بس ولكنها موجودة، بتحدث تأثير. فالحاجة بقى اللي بتحصل من الخلايا الحية وتحدث تأثير أطلقوا عليها الطاقة الحيوية. تمام؟ فببساطة كده هي اللي يعني لو قلتلك إمتى بتحسي بإنك نشيطة وعندك قوة وعندك حماس؟ لما يكون في عندك فكرة وفي شغف قوي، فبالتالي الحماس ده كله بنسميه طاقة حماس. خلاص؟ احنا مثلا في السايكولوجي في طبعا مدارس كتير في علم النفس، انا يمكن تخصصت ولان بحب المجال ده قوي، تخصصت ازاي اخلي الانسان في حاله سواء نفسي وصحه نفسيه باستخدام الطاقه الحيويه. طب باستخدام الافكار وتغيير الافكار عشان تغير طاقتك وحياتك. يعني هديكي مثال بسيط، ممكن يبقى انسان مثلا طالب في الجامعه عنده مواد معينه، يقوم هو مسميها مواد صعبه ومواد رخمة وتقيلة. كل اسم من دول بيولد تغير في الجسم، بيولد طاقة سلبية. أيوة، بيولد طاقة سلبية، يقوم يخليني كل قدراتي تقفل. كل ما أجي مع المادة دي ما أعرفش أذاكر. طب ما هو ده بيبقى حقيقي يعني، وانت بتدرس في مواد فعلا بتحس ان هي صعبة وبتخاف ان انت مش قادر تفهمها، فتتعامل معها ازاي او تسميها ايه في الوقت ده؟ أيوة، ما هي دي نقطة مهمة. انا بقول للناس دايما بدل ما تقول صعبة، بدل ما تقول تقيلة رخمة، قول هي محتاجة تكتكة. موضوع استخدام ألفاظ معينة هي محتاجة، هي اللي هتديك طاقة. أيوة. إيجابية. محتاجة مخمخة. أنا معرفش الطريق السهل لدراستها. الطريقة دي بتقوم مفجرة في عقل شغف، ويقوم معلي إمكانيات جسمي عشان أستوعبها. أنا بقوله إن في يعني ربنا مودع جوانا قدرات خارقة بمعنى الكلمة. معايا؟ ويمكن إحنا تعودنا في عالمنا العربي لا نفجر طاقتنا الخارقة إلا لما يحصل لنا مصيبة. لدرجة أنه يعني من المدربين التنمية البشرية العالمين توني روبنز مشهور عنه أنه هو بيعمل التدريبات بتاعت المشي على الفحم. المشي على الفحم وعلى النار. من غير ما تحس أنه أيوة. ما هي لما بدأوا يفهموا بقى إحنا ممكن نعمل إيه، بدأوا يفجروا الإمكانيات دي والطاقات دي. وبالتالي إحنا بقى دورنا إزاي نغير طريقة التفكير عشان طاقة الجسم تتغير، وبالتالي يحصل سواء نفسي وصحه نفسيه. عايز اقول لك حته مهمه كمان، ودي ارجو المشاهدين ركزوا معايا فيها، ان دلوقتي بقى سائد المصطلحات السلبيه جدا حتى في الجانب الطبي مثلا. يعني يقول لك المرض ده ما يقوس منه. دي عندنا مصيبه كده، هيموت المريض. ان دي مصيبه ان انا لما مبروك لما يا مدام. ايوه هترتاح. عارفه الـ احنا التطعيم عباره عن ايه؟ التطعيم عباره عن ان انا باخد الميكروب نفسه. وبالتالي جسمي بيولد مناعة. حلو كده؟ فجسمي بيولد مناعة لأن ربنا حاطط جوانا برنامج للشفاء الذاتي. أيوه صح. أنا لما أتعور إيه اللي بيخلي الجلد يلتئم ويرجع تاني؟ برنامج إلهي ربنا حاطه. سبحان خلاص؟ الله. سبحان الله. إن الجسم بيعالج نفسه. أيوه، طول ما أنا في حالة طاقة إيجابية على الفطرة
الجسم بيعالج نفسه لوحده. عشان كده فعلا لو في مريض قلت له انت عندك كذا كذا هتلاقي حالته عماله تسوء اكتر. ايوه صح. اللي بيحصل انا كمان لو قلت له عندك كذا كذا وهو ما يعرفش كذا كذا ده هو ايه مش هيسوء. لكن لما اقول له عندك كذا كذا هو متبرمج من حاجات تانية بقى ان هو ما يقوس منه وان ملوش علاج. البرامج دي هتشتغل هتقوم ملخبطه طاقه الجسم تقوم واقفه الشفاء. طيب ايه علاقه بقى الطاقه الحيويه والعلاج بالطاقه الحيويه بالعلاقه ما بين الاهل والابناء؟ طيب خلينا نقول الاول بس حته مهمه كده لان برضو منتشره بين الناس كلمه العلاج بالطاقه. هي ما بتعملش علاج ولكن هي فعاميا اسمها علاج، لكن هي بتعمل تشافي. يعني انا بالظبط لو ايدي كده وحد حط عليها طوبه ثقيله هحس بالم شديد. فاحنا بنشيل الطوبه الالم يخف. تمام. فهو يفكر ان انا عالجت الالم. لا انا شلت السبب. طيب فاحنا في الطاقه بنشيل السبب. بدأ معانا تليفونات. معانا مها من القاهره. صباح الورد عليك يا مها. صباح الورد عليك. صباح الورد عليك. اتفضلي. اهلا بيكي. اتفضلي. كنت عايز اسال بس الدكتور احمد، انا حصلت لي مشكله في حياتي كبيره والمشكله دي مأثرة عليا على طول. دائما وابدا بفكر فيها ودائما وابدا بتضايقه منها، مش عارفه ايش خالص ومش عارفه اطلع منها. هي يعني ايه؟ كان جوزي اتجوز عليا، فانا هو طبعا اول ما عرف ان انا عرفت، هي كانت يعني مش مده طويله ولا حاجه شهور وكده، وانا طبعا خلال الفتره دي عرفت وكنت بدور يعني وببعث وكده، عشان كان قبل كده اسماء قالت لي ايه ازاي ساكته وما حسيتيش. طبعا لا استحاله، انا حاسه من اول يوم وكل حاجه، بس انا طبعا كنت بدور وكنت عايزه اعرف بنفسي واتاكد، لان يعني في عشره بين 25 سنه وفي اولاد وفي اولادي وجوزت منهم وكده. فطبعا ايه كنت كل ما افكر في الموضوع ده اقول لا، يمكن انا اللي احساسي غلط، يمكن الظروف غلط، يمكن فكري غلط، يمكن يمكن. كنت بحاول التمس اي عذر اي حاجه، بدور ان انا ما مش عمليه مظلموش، لا هو يعني ان انا ازاي يعني مش قادره عقلي يستوعب ان هو يعمل فيا كده. متجوز بقاله قد ايه؟ نعم؟ بقاله قد ايه متجوز؟ لا ده هو اتجوز شهور وبعدين سابها على طول اول ما عرف ان انا عرفت. طب كويس. طب المفروض طب وده معناه ان انت بالنسبه له ايه؟ لا مش قادره برضه، ما ينفعش. كان من الاول هو حضرتك هقول لحضرتك يعني كله يا بلاش؟ بتقوليها في قوه كده؟ طب هقول لك حاجه مهمه. حلوه دي، هتصلي على النبي. هقول لك هو ده مش هقول لك حاجه مهمه. هو صح. طب هو دي مش محبه يعني؟ يعني هو ده انا لو انا فعلا قادره اعرف اعيش من غيره ولا بيتي يعيش من غيره ولا انا حاولت اقلم نفسي خلال الشهور برضو اللي عرفت فيها دي، اقول ايه خلاص يمكن انا عشان كبرت. هو ما اكذبش عليك يعني اتخنت برضو وكده والزمن بان عليا. يبقى لازم تهتمي بنفسك حضرتك يا مدام. هقول لك اهتمي بنفسك. فانا حاولت التمس ليه العذر واقول معلش يمكن ويمكن. تعملي ايه سريعا؟ ما عرفتش. هقول لك تعملي ايه سريعا. حاضر. بس هطلب من السادة المشاهدين بس نقطة مهمة، إن الأسئلة تبقى في موضوع الحلقة عشان ما نخرجش كتير. بالظبط. تمام. إحنا بنتكلم عن الفروق في الأجيال ما بين الآباء والجيل الجديد وإزاي نتعامل صح عشان تبقى الحياة سليمة ويبقى عندنا كلنا صحة نفسية في التعامل في البيت ويبقى سعداء ونحقق أهدافنا في الحياة من غير مشاكل. بس سريعا كده هقول لك حتة مهمة قوي. أنا دايما بحب أتكلم في السبب المؤدي للعرض اللي عندك. السبب إنك ما تعرفيش تسامحي. فأول حاجة لازم تعرفيها أن الإنسان كلمة سماح معناها السماح بالغل والنار اللي جوايا بالخروج أيا كان الموقف اللي حصل، أن أنا أخرج الطاقة السلبية دي عشان أعرف أرتاح. حلو كده؟ لو أنا ما عرفتش أسامح هتفضل الطاقة دي تؤذيني أنا والآخر ممكن يبقى رايق ولا عنده أي حاجة خالص. في بعض الناس بيفكروا أن أنا لما هسامح هو اللي بيرتاح. لا أنا اللي برتاح. ممكن بقى تبداي تقري ازاي تسامحي او في ناس بتفهم السماح انه انت كده مش هتاخد حقك. نضاف يعني لا. او ان اللي قدامك هيستهتر بيك ويرجع يزيك مره ثانيه. دي اللي بتكلم فيها بقى. هو احنا يمكن خليني اقولها لان دي هنستفيد منها في الموضوع بتاع الحلقه بتاعتنا. الناس في الحياه ماشيين بمنهجين. اما منهج انا مركز الكون او منهج الهي مركز الكون، ربي مركز الكون. حلو كده؟ اللي عايش بمنهج انا مركز الكون نادر جدا ما يسامح. لو حد غلط فيه بيفضل شايلها له فتره طويله جدا وبالتالي بيفضل يتالم كتير قوي، اللي هو الايجو المتكبر. ما بيعرفش يبسط. حلو كده؟ وبالتالي بيعاني جدا من اي غلطه في حقه لانه شايف ان انا مركز الكون وما ينفعش اصلا يحصل كده. فيحصل لخبطه يفضل يعاني فتره طويله جدا. لكن لو انا حته كمان مهمه، لو انا شايف نفسي مركز الكون لو حد جه قال لي سامح هبقى شايف ان تسامحي ضعف، تسامحي ان لا
انا لازم ابين ومنظري ايه قدام الناس هيقولوا عليا ايه شكلي وحش قدامهم انا لازم اكون مبين ان انا ما سامحتش عشان اعرفهم ان هي كبيره قوي وعشان ما حدش يجي يأذيني تاني زيه. ايوه كل ما كبرتها انا اللي هتقلب. طب احنا معانا اتصال معانا دلوقتي وعايزين نعرف علاج ده ايه وعلاج ده ايه بعد الاتصال. طيب معانا استاذه عبير من القاهره. صباح الورد يا عبير. الو الو استاذه عبير صباح الورد. معلش يا استاذه عبير ممكن حضرتك توطي التلفزيون خالص عشان تعرفي تسمعينا كويس. صباح الخير. صباح الورد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتور؟ بليز اتفضلي. ممكن بس بشرط يا عبير. يؤمن في موضوع الحلقه. يعني سؤال مختصر بس عشان معلش فضل صغير. بصي يا دكتور، اولا انا يعني اولا عايز اتعامل معاك بشكل مباشر. رحت لحضرتك العياده قبل كده وقابلت الدكاتره فقالوا لي احنا بناخد الحاله وبعدين بنعرضها عليه وبعدين بنستشيره. انا عايز اتعامل معاك بشكل مباشر. انا عندي مشكله كبيره قوي في الحياه بين اولادي وبين زوجي، فانا محتاجه اتواصل معاك. ده اولا. تمام. هي بتقول جوزي متجوز عليا، انا جوزي متجوز عليا، وبالتالي حصل خلل في تربيه الاولاد لان انا نفسيا مش عارفه اكون مظبوطه، مش عارفه اساعد الاولاد ازاي يكملوا حياتهم. انا عندي بنت عندها 20 سنه وبنت عندها 16 سنه. هي مشكلتي مش جوزي اتجوز خلاص، اوكي انا راضيه بالامر الواقع. مشكلتي مش عارفه اتعامل مع الاولاد. حاسه ان انا طيب سؤالك ايه؟ قدر على التحمل. حددي سؤالك. سؤالك ايه؟ هو حضرتك سؤالك ايه؟ سؤالك ايه؟ سؤالي ايه؟ ان انا حاسه ان شخصيتي ما بقتش موزونه لدرجه ان انا قادره اربي او اكمل مع الاولاد بطريقه. ممكن اغلس شويه. فين السؤال؟ انت حاسس طبعا ان انت مش دكتور. حددي السؤال. انا اقصد حددي السؤال. سؤالك ايه؟ والله ما هي دي الحاله بقى، مفيش حاجه محدده. انا ممكن اجاوب لك. انا حاسس ان انا متضايق. طب ايه السؤال؟ السؤال ان انا عايزه يعني عايزه انا نفسي عايزه اتعامل، عايزه استشيرك انت شخصيا. ايوه ايه السؤال بقى؟ عشان ايه؟ تستشيريني في ايه؟ انا حاسه ان انا ما بقاش عندي قدره على التحمل. حاضر. في ايه بقى؟ سؤال. قادر اخد قرارات سليمه في حياتي، متلخبطه في تربيه الاولاد. حاضر. طيب انا بس دايما انكش كده الناس على الهوا في الحته دي. حته مهمه احنا واعيين فيها، ان احنا بيبقى غايب عننا الهدف. العقل بيشتغل على زياده اللي انا شايفه دايما في خيالي. فعشان كده دايما بحب اغلس شويه، بقول سؤالك ايه عشان تقولي مثلا ازاي اتعامل مع اولادي صح، يقوم الصوره اللي تبقى في ذهني التعامل الصح. لكن اللي بيحصل انا حاسه بالضيق عشان العلاقه ملخبطه، انا متضايقه، انا حياتي ملخبطه، يقوم الصوره الذهنيه تبقى اللخبطه والضيق، يقوم عقلي يزودها دايما ويحصل زياده كتير جدا في حياتي. فدايما بنبه الناس قبل ما تسال، اسال حد انت عايز ايه واسال اوصلها ازاي، بدل ما توصف انت فيك ايه. يسال مين بقى؟ يعني هل يسال؟ أيوة. ربنا. برضه هي قالت حته مهمه. هي قالت حته مهمه جدا. رحت لك العياده. انا مش طبيب. لان في ناس فاكره ان كلمه يعني سايكولوجي يبقى لازم يكون طبيب وبيعالج بالادويه. احنا ما نتعاملش بالادويه خالص، ما لناش علاقه بالادويه. وبالتالي احنا بنتعامل ازاي نوصلك للهدف اللي انت عايزه عن طريق معلومات. لا بالادويه يعني سايكايتريست. هو طب نفسي. في حاجه اسمها سايكولوجيست. في حاجه اسمها سايكاتريك. السايكاتريك هو الطبيب النفسي خريج كليه الطب، ده اللي بيعالج بالدواء. معايا؟ السايكولوجيست هو اللي بيتعامل مع الاشخاص، لانه في كذا برضو افرع منها. يعني الفرع اللي انا متخصص فيه ان انا بتعامل مع الهدف ازاي اوصلك ليه بمنتهى السهوله، يقوم لما توصل له اللي انت فيه يختفي. حلو كده. وبالتالي النقطه المهمه بقى اللي انا هوصلك ليه ده مش لازم اكون انا بشخصي ان انا اعمله، لان انا يمكن لان هدفي ان انا افيد اكبر عدد من الناس، فلو كل واحد اقابله بنفسي تبقى مشكله بالنسبه لي. فلو ان شاء الله الرحمن كان في وقت باذن الرحمن هيبقى في مقابله يعني، ولكن مهم جدا هقول لك دلوقتي ان شاء الله الرحمن ازاي تتعاملي مع الاولاد. طبعا لانك ما سالتيش السؤال فانا ما عرفتش هم عندهم كام سنه، ما عرفتش انت مثلا بتتعاملي معاهم ازاي وايه النقطه المهمه اللي عاوزه توصلي فيها معاهم. يعني ممكن تقولي ازاي اتعامل مع اولادي لما يكونوا مصرين على رايهم، ساعتها هقول لك. لكن حضرتك قلتي انا متضايقه وحاسه بان انا مش عارف اتعامل معاهم، فانت كده ممكن احط بقى احتمالات كتير وبناء على كل احتمال. بس هي واضح ان هي بصفه عامه بتعاني من حاله ان هي ما عندهاش كنترول على 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 مشاعرها او على قراراتها. هي حاسه ان حياتها هي اللي بتتحكم فيها مش هي اللي بتتحكم في حياتها. طيب مبدئيا عايز كل حد بيسمعني كده يركز، وبكررها دايما لعل وعسى تبقى محفوره جوانا. احنا مخلوقين للكون والظروف ولا الظروف مخلوقه لينا؟
تمام. طيب الظروف مخلوقه لينا، وبالتالي مهم جدا اكون واعي ان انا متحكم فيها، بس لن استطيع التحكم فيها الا لما اكون بحدد بدقه انا عايز ايه. تمام. الحاجه الثانيه بقى، لما احدد بدقه انا عايز ايه لازم اكون عارف ان كل هدف انا عايزه ربنا خلق له طريق سهل يسير وطرق صعبه. لو انا لقيته صعب يبقى انا اللي ماشي غلط. ابدا افكر كده واعيد تحديدا عايز ايه تاني، واسال واستشير واقرا، هعرف الطرق السهله. لو انا حددت اللي فيا ايه هتلاقي افكاري كلها دايما بتزيد في الاتجاه السلبي، وهتلاقي كل فكره تجيلي واكون متحمس تجاهها هتؤدي لنتيجه زياده اللي كنت فيه. طيب احنا معانا ايمان. استنتنا على التليفون كتير. ايمان من القاهره، صباح الورد عليك يا ايمان. صباح النور. معلش استناكي على التليفون شويه. معلش على دكتور احمد، وربنا يبارك لك يا دكتور في العلم اللي حضرتك بتفيدنا بيه. ربنا يخليك يا رب. صباح النور. الله يخلي حضرتك. انا بنتي عندها 6 سنين. كويس. هي بتتكسف كل المواقف مثلا بنتعرض ليها مع اطفال بره، مثلا ابن خالتها او اطفال بره، يعني مثلا نتيجه ان احنا بنروح نادي او اي حاجه بحيث ان هي بتتكسف، يعني مش بتاخد رد فعل سريع كده لو حد. طب هسالك سؤال مهم قوي، رغم ان هي في بيتنا هنا هي مسيطره على اختها جامد. طيب هسالك سؤال مهم. اتفضل. حضرتك بتشدي عليها وبتقولها لا كتير؟ انا عايزاها، يعني انا بحس ان انا كل مواقف بتتعرض لها مع قرايبنا الاطفال يعني الصغيرين اللي قدها بتدخل لا روضة حدي كذا، اعملي كذا، اما باجي هنا بفضل برضو اكلمها لان انا خايفة ان هي تكون يعني منقادة. طيب ممكن اسألك سؤال تاني؟ اتفضل. طريقتك في التربية معاها طريقة بتدي لها خيارات وهي اللي تختار، ولا طريقة هو ده الصح اعمليه؟ لا مش في كل المواقف، يعني في مواقف بخليها ان هي تختار، وفي مواقف لا بقول لها اعملي كذا، ما حدش مثلا يلمس جسمك سواء بنت او ابوي، يعني لازم كده. انا حاسه ان انا المفروض ان هما بنتين عندي، المفروض ان انا ادي لهم المبادئ اللي يمشوا عليها عشان لما يكبروا يطلعوا كويسين. طيب السؤال الاخير بقى. اتفضل. انت حكيتي لي المشكله، انت عاوزه بنتك تبقى ايه؟ يعني تطلع ايه؟ ايوه الهدف بقى. الهدف ان هي عايزاها ما تتكسفش، تاخد اي موقف. لا مش ما تتكسفش. تدافع عن نفسها. مش ما تتكسفش، عايزه بنتي تبقى ايه؟ ما تتكسفش. لا يبقى عندها ثقه بنفسها. بالظبط. طيب مهم على فكره، حلو جدا. هقول لك حاضر، بس برضو مهم جدا ان انا اكون محدد انا عايز ايه. بالظبط. احنا برضو انا عايز اغير الثقافه دي، ويمكن بغلس كتير مع الشباب اللي هو زي يقول لك هتيجي امتى، يقول لك بعد الظهر. لا مفيش حاجه اسمها بعد الظهر. عايز احدد الهدف بدقه. انا مش انا عايز ما اتاخرش. لا انا عايز اوصل بدري. فرق رهيب في الصياغه كمان. اللي بيقول دايما مش عايز اتاخر هتلاقيه دايما بيتاخر. لكن اللي بيقول انا هوصل بدري وفي الوقت هتلاقيه دايما بيوصل بسهوله. مهم جدا التحديد. عارفين لو شرحتها بسيط كده، ربنا مدينا سيستم في العقل. هقولها ببساطه اكتر. احنا عارفين المعلومات اللي احنا عارفينها عن الاخره او في الجنه، ان انا لما اتخيل شيء هيحصل لي، صح كده؟ هيجي لي من نعيم الجنه، هتخيل اي حاجه تبقى قدامي. فالقدره دي موجوده عندنا الان، ولكن محتاجه شويه سعي. اللي بيحصل بقى ان اللي انا بتخيله كل حاجه بتبدا تهيئ لتوظيفه، لان الكون مسخر ليا. ربنا قال لنا وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فاللي بيحصل ايه بقى؟ اول حاجه التسخير ده بيحصل ازاي؟ باللي انا مؤمن بيه. عارفين حتى مثلا في الانجيل بحسب ايمانكما ليكن لكما، اللي انا مؤمن بيه هيحصل. في القران كان حقا علينا نصر المؤمنين، اللي انت مؤمن بيه هيحصل. صح. فلو الام مؤمنه ان بنتي ما بتعرفش تتعامل ده اللي هيزيد. طب انا اعمل ايه بقى؟ احدد اللي انا عاوزه اؤمن بيه واوجه ولادي ليه. طيب. انا عاوزه بنتي تكون واثقه في نفسها، وابدا اعلي الايمان ده قوي انها تكون واثقه بنفسها جدا، وابدا ابحث عن معلومات بسيطه توصل للحته دي. هقول لك سريعا كده، طبعا الموضوع الثقه بالنفس عند الاطفال مهم قوي وموضوع كبير يعني، فهديها سريعا كده. اول حاجه عشان اعلي الطفل، اعلي عند الثقه عند الطفل، ان انا ما اقولوش لا بحزم وامنعه، لان دي بتخليه يتصدم. هو بيكون مقبل، ربنا خلقه على الفطره يقبل كده وعاوز يطبق المعلومات ويجرب. بتخليه يعند اكتر. لما انا اقول له لا واصدمه واخوفه يبدا يخاف يتحرك ليتضرب، يخاف يعمل دي لما تزعل مني، فيتحول الى خايف. لو الخوف نشا فيه هيبدا يبقى اوتوماتيك عنده خجل من الناس. فانا مهم جدا اخليه يقدم، ولو حصل خطا اقول له شاطر انك عملت، وتعالى بقى نجرب ازاي ما تغلطش تاني. لكن انت ليه غلطت
لو بدات اعاسبه او انتقده على الخطا انا بدمر الثقه عنده وانا مش واخد بالي. تمام، فدي حته بسيطه كده، كان الموضوع كبير اقري فيه عن الثقه في الاطفال. طيب احنا معانا دلوقتي مداخله هاتفيه، وبرده خرجنا بره الموضوع يا جماعه، الموضوع عشان ما نضيعش من موضوع الحلقه. احنا معانا دلوقتي مداخله هاتفيه من الاستاذه امل من القاهره. صباح الورد يا استاذه امل. صباح النور. حضرتك متابعه الحلقه والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ ايوه. طيب اتفضلي دكتور خير. احمد معاكي. احنا بنتكلم في موضوع ايه يا امل؟ العلاقه بين الاباء والابناء. ايوه. فكان ليا سؤال بعد اذنك. اتفضلي. ربنا يبارك لك. اول حاجه انا والدي ووالدتي، والدي مشاعره جافه قوي من ناحيتنا، بس هو حنين وطيب يعني بيزال احنا عايزينه. المهم هو علاقتنا بينا يعني هو انا هسالك بس سؤال معلش. أطلع. لانك قلتي حاجتين ضد بعض، حنين وطيب، تيجي ازاي جنب جافه؟ لا يعني عمره ما قال لنا كلمه حلوه، عمره شكرا بتاع لا، لكن ممكن يدينا طيب فلوس. يبقى ثانيه واحده، يبقى أوكي. هو حنين ولكن بيعبر عن الحنيه بالافعال بطريقته. ممكن، ولكن مش بيعبر بيها زي ما انت عايزاها. اوكي. طيب يبقى هو حنين مش جاف. اوكي. طيب اتفضلي. المهم احنا ما بنقدرش يعني ما لناش كلام معاه خالص، يعني الكلام قليل قوي معايا عشان في عصبي وما بيديناش فرصه يسمعنا ولا حاجه، فما بندخلوش في اي مشاكل في حياتنا خالص. تمام. المهم انا مش مشكلتي معايا، انا قلت هو كويس وطيب وبتاع، انا ما عنديش مشكله، وهو طريقته كده معانا، وحاولنا ان احنا نبتعد عن الموضوع العصبيه والكلام اللي احنا بدايقنا منه. مشكلتي مع مامتي، مامتي من واحنا صغيرين ضعيفه جدا وسلبيه قوي في اي قرار هو بياخده ضدنا او بياخده، فهي مع اي حاجه، اي حاجه طيب احنا اي حاجه نسمع الكلام، لدرجه الموضوع تطور فمثلا اي جوازه تيجي احنا المفروض نقول حاضر ما نقولش لا، نسمع الكلام، البنت ما تعليش صوتها، البنت ايه، هي الراجل يقول اه واحنا نقول حاضر. فحتى لدرجه ان المناقشه بيننا توقفت كتير، يعني ما بنقاش نتناقش معاه. طيب معلش بقى هغلس تاني كعادتي، بحب الغلاسه بقى. سؤالك سؤالك بقى سؤالك وهدفك. سؤالي اللي انا متضايقه قوي يعني مامتي مع انها سلبيه برضه جدا. سؤالك مفيش حاجه اسمها سؤالي اني متضايقه من مامتي، يعني انا وصلت لدرجه ساعات بقعد ما بكلم. طيب سؤالك بشي. انت متضايقه، سؤالك سؤالي سؤالي انا لا يعني عامله اللوم كله على مامتي اللي بابايا وصل له ده، اللي هو علاقته بينا مقطوعه واللي احنا ما بنكلموش، انها عمرها ما بتتكلم في اي قرار ولا بتقول صح. انت عامله اللوم على ماما. سؤالك. ايوه لان انا متضايقه منها، يعني انا متضايقه، انا مش حابه الطريقه دي للدرجه دي. مش عارفه تحددي هدفك يا امل. امل معلش ركزي معايا، والله انا حاسس بيكي ومقدر الموضوع، بس انا عاوزك توجهي دماغك للهدف. انت حكيتي انك متضايقه، بتلومي على ماما، الموقف سلبي، بابا بيعمل مواقف، ماشي اوكي. سؤالك بقى عاوزه هدفك يبقى ايه؟ الا لو حصل تبقي سعيده. ان انا يعني اتغلب على ازاي اللي انا ما حب يعني ما احطش عليها اللوم، واللي انا اوصل للي انا كارهه ضعفها ده، انا كارهه ضعف اللي هي فيه ده، انا كارهاه، فاللي انا مش عايزه احط طيب. معاها اللوم، مش عايزه الموضوع ده يضايق. انت كارهه الضعف اللي عند ماما. طب ممكن اساعدك في السؤال؟ اوكي. مش ممكن نصيغ السؤال ازاي اخلي ماما تبقى قويه؟ ازاي ماما تعرف تاخد قرارات بحسب؟ صعب اعتقد لحد كبير. هم؟ صعب لحد كبير ان انا اعلمه ان هو ياخد قرار، واللي احنا حاولنا كتير واللي احنا بنقول لها لا او لا، بس هي طيب. لا. طيب هسالك سؤال تاني بقى، هل إيه؟ انا دوري ان انا اخلي الناس يعرفوا يكونوا اقوياء، ولا لا. دوري اقول لهم المعلومات اللي تخليهم اقوياء وهم يطبقوا او ما يطبقوش هم احرار؟ صح، دوري اللي انا اقول، بس لما طيب توصل هسالك سؤال تاني معلش. اتفضل. انا لما اكون مش عايز اديله حريه اختياره، ما هو الانسان حر انه يعمل الصح او الغلط، صح كده؟ صح. انا دوري ان انبهه، لو عايز يعمل الغلط هو حر بقى. صح. لو انا رفضت الغلط بتاعه مين اللي هيتالم، هو ولا انا؟ هو. لو انا رفضت الغلط بتاعه انا لا. لا يعني انا اللي هتالم. انا اللي هتقلم لو رفضت. يبقى هديكي مثال، بابا دلوقتي بتقولي انه بيجبرك، بيقول لك الراجل لما يقول لك كلمه لازم تسمعيها، صح؟ لا دي ماما. ماما بتقول لك لما ماما ماما اللي بتقول كده. لما الراجل يقول لك كلمه لازم تسمعيها. حلو. وماما بتقول لك حاجات لازم تعمليها. لا مش الشرط ان انا انفذها، بس طيب لما ماما تلاقيها بتعمل لك الاجبار ده بتحسي بالراحه ولا بتضيق؟ لا بتضيق طبعا. طيب تقومي انت اوتوماتيك بقى عامله معاها نفس الطريقه، انك عاوزه تجبريها تبقى قويه؟ لا مش بجبرها، لا بالعكس، انا عمري ما جبرتها، دي طريقتك، بس انا ما هي خلي بالك الاجبار ممكن يكون في التفكير يا امل. امل ممكن الاجبار
يكون في التفكير. يعني انا ممكن ابقى هنا في الهواء انا ما اعرفكيش اصلا بس عاوز اخليكي تسمعي الكلام هبقى متضايق. اه انت قصدي ممكن في الاول لكن بعد كده لما لقيت الشخص اللي قدامي ما فيهوش خلاص هو ان هو عاجبه طيب. طريقته كده فاكر هقول لك تعملي ايه. حاضر حاضر ماشي ميرسي. طيب. شكرا. عفوا. احنا معنا اتصال طيب من اسماء وبعدين نرد على ايمان. اسماء من القاهره صباح الورد عليكي يا اسماء. ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك يا اسماء. صباح النور على حضرتك وعلى الدكتور احمد. صباح النور مع حضرتك. انا كنت عندي مشكله ان انا بقالي 3 سنوات عايزه اتعلم قياده السيارات وعندي خوف ورهبه. يعني اتعلمت 3 مرات ومره عملت كده حادثه بسيطه صغيره دخلت في رصيف فعندي رهبه جامده جدا من اني اكمل وكده مع اني لازم عايزه اتعلم عشان اودي اولادي المدرسه وحاجات ثانيه كتير يعني. فكنت عايزه بس الدكتور يعني يفيدني يعني. طب هقول لك حاجه مهمه قوي مع حضرتك. او هسالك سؤال. اتفضل حضرتك. انت بتخافي من حاجه جامد الحاجه دي هي انا من اللي مش عارفه انا من الحادثه الصراحه اللي خوفني ان انا اول مره لما بدات اول مره يعني خرجت بالعربيه كان معايا اولادي فعشان كده خفت جدا بقى خايفه عليهم قوي نفسي ازاي يبقى اولادي طيب. معايا وانا لسه بتدرب وكده فعشان كده يعني جات لي رهبه وانا من النوع اللي قلقه شويه عندي قلق برضو. يعني اذا كنت انت خارجه تتدربي لسه في الاول فكنت واخداهم معاكي. ايوه فلما حصل ده خوفك عليهم طبعا راح بقى عالي زياده. حاضر حاضر هقول لك اعمل ايه. طيب احنا في بعد القدر بقى الاتصال اللي كان قبله ده كان مهم قوي. طيب انا هنا عايز اقول حاجه مهمه قوي طبعا وده كويس ان هو في موضوع حلقتنا. لازم اكون مدرك ان كل جيل عنده سمات خاصه بيه مختلفه عن الجيل اللي بعد كده. والموضوع ده اصلا بيحصل يعني من اول ما سيدنا ادم كان على الارض الى يومنا هذا ولكن باختلاف. يعني كان زمان الفروق في الاجيال كانت ماشيه بطريقه فيها هارموني كده فما كانتش بتتحس كانت بتبقى طبيعيه لغايه الجيل بتاعنا ولا عشان كان لسه ما فيش اعلام وما فيش سوشيال ميديا تكنولوجي هو اللي عامل لان كده. يمكن الاعلام زود خلى سرعه الفرق يبقى عالي شويه وبعد كده يمكن عارفه اللي بيدرج الميه من السخنه للسقعه بتدريج دلوقتي بقت من سخنه لسقعه مره واحده صح ليه بقى في انفتاح على العالم كله ثقافات مختلفه من كل الاتجاهات وبالتالي الجاب بقى عالي جدا ما بين الجيل الجديد اللي طالع والتكنولوجي والانترنت وكل حاجه شايفها قدامه والجيل اللي قبل كده فده بيعمل خلى بقى الصدمه او اللخبطه اللي بينهم بقت ازيد بكتير من الفتره اللي فاتت. هنا عايز اقول حاجه مهمه قوي ان كل جيل مسؤول عن الفتره اللي كان عايشها ومسؤول عن افكاره وعاداته وتقاليده وغير مسؤول انه يورث هذه الافكار الى الجيل اللي جاي. بقول الكلام ده ليه؟ عايز برضو افرق هنا ما بين القيمه او الخلق وما بين طريقه تطبيق القيمه او الخلق. طريقه تطبيق القيم زمان ان انا عشان اكون محترم لازم اول ما الدنيا تليل اكون في البيت. معايا؟ دي طريقه تطبيق القيمه. خلاص؟ ان انا مثلا لا وفي حاجات على فكره يعني انا اسفه ان قطعتك بس في حاجات الاجيال اللي هي القديمه يعني هي موروثات خاطئه وهي بتتصور من وجهه نظر ان هي خلق هي ملهاش علاقه بالخلق خالص زي مثلا انت تبقى مبوز ورزل فانت كده محترم يعني في حاجتين ارتبطوا ببعض ما لهمش علاقه ده اللي بتكلم فيه القيمه او الخلق دي حاجه معروفه طريقتها بقى هي اللي فيها اختلاف. يعني في ناس بعض الناس مثلا ان انا ابقى قاعد ما اضحكش ده الادب اللي بيضحك كتير ده مش مؤدب بالظبط فدي اسمها الاختلاف في الطريقه حتى اسمها العادات والتقاليد. فاحنا لما نقول بقى ما تورثش طريقتك للجيل اللي جاي مش بقول ما تورثش القيم ولا الخلق لا ما تورثش طريقتك انت في الموضوع ده معايا لان هي بتختلف. انا النهارده ممكن على الفيسبوك مثلا ممكن واحده تدخل تعمل لي كومنت طب ما انا كده ممكن يبقى زمان واحده تقعد تتكلم معايا دي مصيبه تمام لكن دلوقتي دي حاجه عاديه جدا مش قوي مش هي بالصوره لا مش حكايه مش عاديه قوي انها بتحصل بطريقه ما هو على حسب يعني احنا بيحكمنا الخلق اثناء الكلام ولكن طريقته بقت عامله ازاي هي دي النقطه المهمه. ايوه زمان مثلا ما كانش حد ينفع يشوفك في حاجات خاصة. دلوقتي انت بتصور جوه البيت بتعمل ايه والناس بتشوفها تمام فالموضوع مختلف. فهمت اقصد ايه؟ طيب. النقطة اللي عايز اوصلها كمان اكتر معلش عايز
لو في تليفونات نهديها شويه عشان الموضوع بس ما يضيعش مننا. النقطه المهمه ان انا مهم ادرك القاعده، يمكن حتى سيدنا علي لانه من اكثر الناس وعيا في التربيه من وجهه نظري، وخصوصا المقولات اللي جايه له، في مقوله رائعه بتقول: لا تكرهوا اولادكم على طباعكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ما شاء الله، حلو كده. يمكن في تمرين ساعات بنعمله لما يكون معانا، ساعات بنطلع على حالات كده او بعض الدورات التدريبيه اللي بيكون فيها الاباء مع الاولاد عشان نقارن الفروق يعني. فبسال، بقوم جايب ورقه للاب وورقه للابن واقول له: اكتب لي انت عايز تبقى ايه الفتره الجايه، حلو كده، وايه اللي انت بتحلم تعمله. بلاحظ دايما اباء، كلمات الاباء انه مركز ان انا اكون في وظيفه ثابته، ويا سلام لو كانت حكوميه، لا زال محتفظ بالافكار بتاعه زمان ان الحكومه دي كانت يعني الحمد لله وهي الامل وهي الامان وهي كل حاجه، حلو كده. فلا زالت الفكره متاصله. ده انا اعرف ساعات بعض الاباء بيجبر ولاده ويضغط عليه عشان يدخل حاجه زي كده. معايا؟ تيجي تسمع كلام الاولاد: انا عايز اعمل شركه واعمل كذا وانطلق، والفكره بتاعته ان انا اكون انا عندي قيادي يعني وعندي افكار، فالفكر ده مختلف عن الفكر ده. لو كل واحد بقى بيجبر الاخر هتكون مشكله، بيحصل الصدام بقى. بيحصل الصدام بيحصل عند الاجبار. تمام، يعني يحصل الصدام لو طيب ما تفهمش احنا كل جيل الجيل التاني. معانا تليفون بقى لها كتير في الحقيقه. طيب، منتظره استاذه فاطمه من القاهره. صباح الورد عليك يا استاذه فاطمه، وبنعتذر انك بقالك فتره على التليفون. اتفضلي. طب استاذه هدى، عشان فقدنا اتصال استاذه فاطمه. صباح الورد يا استاذه هدى. طيب فقدنا اتصال استاذه هدى. طب معانا استاذه دينا. ايوه صباح الورد. الو دينا. صباح الورد. منى، خدي منى، خدي منى. الو. اي منى، صباح الورد. فقدنا منى. كمل يا دكتور احمد ارجوك، كفايه تليفونات. احييكم بشده والله. طب احنا عايزين نعرف ازاي نعرف نحل الصدام ده. طيب اول حاجه لازم نعرفها ان احنا لازم نتعلم تقبل الراي الاخر. ما هو مفيش حد بيعرف يعمل ده. ما هو لو قلنا مفيش حد يبقى خلاص مش هينفع نعمل كده. خلاص نروح بقى، خلاص الحل. احنا بنقدم حل. اول حل ان احنا بنعمله غصب عننا ان كل واحد فينا داخليا بيعمل حاجتين: رافض فكر الاخر وعاوز يجبر الاخر على الفكر بتاعه. غريبه جدا. من الاثنين يعني، الاب رافض فكر الابن وعاوز يجبره على الطريقه بتاعته، والابن رافض فكر الاب وعاوز يجبره على الطريقه بتاعته. تمام. عايز اقول حاجه مهمه قوي بقى: اللي هيتقبل الاخر هو اللي هيرتاح. صح. وحته مهمه كمان: عندما تتقبل الاخر تفقده السيطره عليك. وركزوا في الحته دي كويس قوي: عندما تتقبل شيء تفقده السيطرة عليك. بمعنى، لو هديها مثال في الجسم وبعدين مثال في التعاملات. نفترض أنا النهاردة جالي تعب ما أو مرض ما، طول ما أنا رافض المرض هتلاقيه ملخبطني وملخبط مودي ومخليني في حالة صحية سلبية ومش عارف أشتغل. أول ما تقبله وأقول عادي يفقد السيطرة عليا، وساعتها هعمل كل اللي أنا عايزه والتشافي يزيد. أما أقول خلاص إيه المشكلة، هتعامل عادي، إيه المشكلة، ساعتها هعمل كل اللي انا بحلم بيه وعايز احققه، وساعتها لا يمكن ياثر فيا. وهديكم مثال بيحصل لنا في الحياه. عمركم مره كنت شايلين حاجه تقيله؟ وركزوا في المثال ده كويس قوي. عمرك كنت شايل حاجه تقيله وانت شايلها كده قمت ضارب الارض برجليك وقلت يا ربي ايه الجاذبيه دي، وتنرفزت على الجاذبيه؟ ما هي اللي بتشد. ايوه صح. ولا حد عملها قبل كده. ليه؟ لان احنا متقبلين الجاذبيه ففقدت تاثيرها علينا، وعملنا اسانسير وسلم وسيارات وعملنا كل حاجه. لكن لو حطيتها في دماغي مش هعرف اشيل حاجه. تعالوا بقى نطبق ده على التعاملات. خلاص لازم اكون عارف، يمكن قاعده خطفناها المره اللي فاتت كده بسرعه، اعرفوها دايما كده: لم يجعل خالق الكون لمخلوق على وجه الارض اي سلطه على مخلوق اخر الا لما انا اديله السلطه. وانا اللي بديها له بالفكر او بالراي. تمام. يعني مثلا حقوقي ده اسمه حقي، والحق لازم هيجي لي. تمام. بس انا بقى شايف حقي هيجي لي ازاي؟ هيجي لي من اللي خلقني ولا هيجي لي من ده؟
ايا كان بقى ده، ممكن يبقى بابا ماما زميلي كذا، لو انا شايف انه هيجي لي من شخص بشر يبقى انا سلمت سلطتي، نزعتها من جوايا بقى، سبتها من الهي وديتها لمخلوق، ساعتها هفضل قاعد قاعد له، هفضل قاعد مستنيه. النقطه المهمه الثانيه، انا قلت في الاول الناس في الحياه ماشيين بمنهجين، اما منهج انا مركز الكون او منهج الخالق مركز الكون. حلو كده، يمكن اللي بيسموها بقى بالفعل من نفس الايجو او البيينج او الكينونه. حلو كده، الفطره يعني. الايجو معناها انا صورتي هي مركز الكون وبالتالي انا بحافظ عليها، فده اللي اسمها اتخذ الهه هواه. خلاص، لما اكون انا عارف ان انا بشتغل عند الهي بتعامل مع الدنيا ببساطه، ده بيعمل ايه بقى؟ وركزوا كويس قوي في الحته دي عشان هي انا بشوفها من وجهه نظري بتعمل مصايب في حياه الناس. لو انا عارف ان انا بشتغل عند الهي هبقى النصوص الدينيه اللي جايه لي ايا كان ديني بتعامل معاها ان ربي شايفني وانا اللي هطبق. حلو كده، علشان ارضي الهي. لو انا بتعامل ان انا مركز الكون هاخد النصوص الدينيه وهنسى اللي بيكلمني وهركز ايه اللي يخدمني مع زوجي مع ابني وابدا اتخانق معاهم عشان يطبقوه عشان افيد نفسي. دي مصيبه، تلاقي الزوج بيمسك النصوص الدينيه علشان يطلع منها اللي يخدم ازاي يخلي مراتي تسمع كلامي. ايوه، وتلاقي الزوجه بتبص على النصوص الدينيه عشان تاخد منها اللي يخدم ازاي الزوج يعمل كذا، يعني بينتقي. ايوه، دي مصيبه شرعا اصلا، يعني انت كده بتعمل كارثه دينيه. ان انا ابص على النص الديني عشان اخد منه اللي يخلي عيالي اجبرهم تمام وانسى ربنا امرني بايه انا اصلا. بس هو موضوع كبير وقوي جدا، بس للاسف فكرتنا خلصت يعني، معلش للاسف خلصت للاسف. ده انا هوريتكم كده. احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، لان طبعا وبنعتذر للتليفونات اللي جات لنا كتير وما قدرناش ان احنا نستقبلها نظرا لضيق الوقت. لازم نحط خطه للتليفونات عشان كده، عشان ما يحصلش كده. هنعمل كده وهنظمها اكتر ان شاء الله. طبعا هيكون في لقاء في يوم الجمعه اللي جاي مع ضيفنا الدكتور احمد عماره، استشاري الصحه النفسيه بالطاقة الحيوية. طيب احمد هيبقى مش انا هكون مسافر، هيكون مسافر بعدين ان شاء الله، بعد ما هننسق ان شاء الله مع حضرتك، يعني هتبقى معانا باذن الله. صباح الورد، صباح الورد. عايزين نقول طبعا للمشاهدين ان الفقره اللي جايه هي لكل مشاهدينا المهتمين بالابراج مع رانيا حموده. طيب مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا صباح الورد، بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني.